شعبان بقى وزير الاغنيه الشعبيه. الله يخليك. لا ده اللقب مش انا ده حقيقي على فكره. ده حقيقي. كل المطربين الشعبيين بيقولوا وزير الاغنيه الشعبيه. كبرنا في الشغلانه دي. عم شعبان عبد الرحيم ربنا يرزقه يا رب. عم شعبان انت قدمت وجوه جديده ومنهم ولادك يعني ابن الوز عوام عندك يعني كلهم بيغنوا. اه ما شاء الله. كده انت اكتشفت موهبتهم ازاي وقدمتهم ازاي للناس؟ هو كل واحد لقيته هو اصل الفن ده مش صنعة الواحد يروح يتعلمها بالظبط او يروح يقول لك موهبه طبعا. الواد غنى عشان ابن شعبان. لا هو في تبقى في حاجه وعدوية مقدم اغاني حلوه وسيد بيلحن سيد دلوقتي وعصام بس عدوية ابن شعبول عشان احنا يفتكروا عدوية تاني. لا عدوية طبعا عدوية ربنا يخليهم يا رب ربنا يحفظهم كلهم نسمع حته منها. انت بتغنيها على فكره. انا شفتك بتغنيها معايا مره فانا عايز يعني معقولة حتى كوبليه واحد. ايوه لا ما اعرفش اغني. لا اللي مش يقصد على ابنه. طب خلينا نقول هو نفسه يغني لنا ايه. ماشي انا اقول لكم هو بيقعد ساعات يدندن لما بقابله كده في قعدات كده بيغني لام كلثوم كده حاجات جامده جدا. الله يقول حاجه منه. هتدندني معاه طيب؟ اه دندن معاه طبعا انا اتشرف. يلا بينا. طب نسمع حاجه لام كلثوم ولا نسمع حاجه من الاغاني؟ اللي انت عايزه. الاول حاجه لما كرسوم بعدين نعمل اللي انت عايزه. ماشي مشكله. اسمع يا استاذ يلا. اسمع مره ايه؟ بسم الله. الكحه دي اساس كله. ده اساس. بس ام كلثوم هيكون فيها ايه ولا لوحديها؟ لا لا ما فيهاش ايه. لا اسمع بس والله بتكلم بجد. اسمع يلا بسلطن جدا. فيها ايه؟ يلا بينا. حبي اللي انت جاي تقول عليك انت عارف قبل ما اعمل حب ايه لما تتكلم علي لما تتكلم علي حب ايه ايه حب ايه ايه حب ايه اللي انت جاي تقول ايه. حبيبي لا احساسك حلو يا عم شعبان والله. اه والله الله يخليك. وفعلا يعني الناس اللي حتى الاغاني بتاعتك حتى اللازمه اللي انت عملتها لازمه وصلتك للعالمية. لازمه برعب. لازمه برعب. ما شاء الله القطع اللي وصلتك للعالمية. بس هو عم شعبان عايزه اسالك بس انا عايزه اقول عشان هو قال انا بكره اسرائيل فجاه. ده انا لسه جاي. بيتكلم في الموضوع ده. انت ليه بتحب تلبس الوان كتير؟ يعني كل الناس عارفه يعني لا ليه 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 شخصيتك بتحب تلبس كده؟ يعني في ناس كتير مش عاجبهم الستايل بتاعك ده. ليه؟ ما انا دلوقتي بقيت موضه دلوقتي. يعني لا مؤاخذه الاستاذ الكبير حبيبنا واخونا الكبير استاذ عمرو دياب دلوقتي لابس مشجر. بالظبط. تامر حسني لابس مشجر فوق. لا بس انت بتلبس سلاسل. والفنان سمير غانم بيقلدك. خلي بالك اليومين دول. ايه يا عم سمير ده؟ حبيبنا هم عاملين مسرحيه مع بعض. الدنيا كلها بقت تلبس الحاجات دي وساعتين والكلام ده. هو عمل ستايل. انت بتفصل البدل بتاعتك؟ يعني انت بتفصلها مخصوص ليك؟ اه معمول مخصوص. تدي رقم الموبايل بتاعه ولا ايه؟ ترجع تقول عايز اغير بقى. ايوه شهرة عالمية واخدها الراجل اللي هو